ايضا السيده الوزيره وجهت بصرف الادويه لمده 3 شهور مقبله، 3 شهور اللي جايه، لاصحاب الامراض المزمنه والبان الاطفال، عشان طبعا هؤلاء ما ينفعش ان هم يعني يتخلف عن اخذ الدواء او ما يلاقيهوش او كده حتى لو ليوم واحد. وايضا الاطفال كذلك في حاله البان الاطفال. يعني تم توفير الادويه الخاصه بالامراض المزمنه والبان الاطفال من قبل الوزاره علشان ما يحصلش اي مشكله في العجز فيما يتعلق يعني سواء البان الاطفال او الادويه المزمنه للامراض المزمنه. بالضبط. يعني بالظبط كده يا فندم، بالظبط كده. واحنا ما زلنا طبعا بنمارس اعمال التقصي والتخالط ومتابعه شجره المخالطين وتتبع اي اصابات بتيجي نتيجتها ايجابيه للاطمئنان على المخالطين ليها والتاكد من اتخاذ كافه الاجراءات الوقائيه حيالهم. وبتساعدنا في ده يعني الوزارات والجهات المعنيه سواء من وزاره التضامن الاجتماعي في توصيل الاحتياجات المعيشيه للاسر اللي ليها عزل ذاتي. وزارة الداخلية طبعا بتلعب دور كبير جدا معنا في موضوع المخالطين والعزل الذاتي ايضا، ويمكن كل حاجة في مستجدات كورونا بنتوجه بخالص الشكر لوزارة الداخلية على ده والوزارات المعنية وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين معنا. يعني في الاخر دي تكاتف كل جهات الدولة، الحمد لله هو اللي موصلنا اللي احنا فيه ده، وان شاء الله يستمر ونجتاز الازمه بخير. واحنا بدورنا كمان الحقيقه دكتور خالد بنشكر وزاره الصحه وكل الوزارات المعنيه والتكاتف ما بين كل الوزارات والقياده السياسيه للدوله على كل الاجراءات اللي حضراتكم بتتخذوها. ويمكن دايما احنا بنقول خلونا سابقين بخطوه، لكن كمان الدوله الحقيقه بتسبق بخطوات. واحنا يمكن يعني انتشر مجموعه من الصور لتجهيز بعض المدارس او بعض الاماكن الاخرى كمستشفيات. عايزه اتاكد من حضرتك من صحه يعني هذه الصور وهذه المعلومات، وان كانت خطوه واستباقية للسيناريو الأسوأ لا قدر الله. يعني زي ما حضرتك ذكرتي احنا عاملين حساب ال3 سيناريوهات، احنا ما زلنا الحمد لله حتى هذه اللحظة في السيناريو التاني اللي هو الحالات المتفرقة، وبنقدر نعرف حتى هذه اللحظة الحالة دي مصدرها ايه وجات منين. السيناريو الثالث اللي هو الجائحة طبعا عاملين حسابه، عندنا مستشفيات عزل كتير غير اللي بنستخدمها، يمكن احنا بنستخدم 6 مستشفيات فقط، والنهارده تم دخول مستشفيتين جديدتين للخدمه، لكن احنا عندنا مستشفيات كتير نقدر نجهز اي مستشفى في 48 ساعه لان هي بالفعل احتياجاتها متوفره والفرق الطبيه متوفره الحمد لله. ولكن عندنا السيناريو الأسوأ زي ما حضرتك قلتي او السيناريو الثالث، في عندنا استخدام المستشفيات للمدارس عفوا كمستشفيات، استخدام مستشفيات ميدانيه، استخدام يعني قاعات كبرى مثلا، بعض الفنادق ربما تستخدم كمستشفيات. يعني كل ده السيناريو الثالث، احنا بنعمل خطوات استباقيه طبعا ولازم نكون جاهزين لاي وقت للسيناريو الثالث، لكن ان شاء الله ما نحتاجوش وما ندخلوش. طيب الحقيقه كمان يا دكتور عايزه اسال حضرتك، الكل طبعا مترقب. نرجع برضو اتفضل، نرجع برضو بدون ما اقطع كلام حضرتك للكلمه اللي قالها مدير عام منظمه الصحه العالميه الامس، ان مصر الحمد لله عندها او يعني تقدر انها تتغلب بالمؤشرات حتى الان على تفشي هذا الوباء، وقال ان مصر تمتلك فرص حاسمه للسيطره بشكل فعال على تفشي كورونا. فان شاء الله دي مؤشرات منظمه الصحه العالميه، واحنا يوميا او مش هقول يوميا لحظيا بنتابع المنظمه باي جديد، وبالتالي المؤشرات المكونه لدى المنظمه بتكون على قاعده البيانات المدققه لدينا. واحنا كمان كمواطنين الحقيقه بنفسنا لامسين ده على الارض، لكن طبعا الكل بيسال وحاسين ان يعني كابوس كورونا هينتهي بمجرد ايجاد لقاح متعلق بهذا الفيروس. هل بالفعل فرنسا توصلت لشيء يا دكتور خالد او اي بلد اخرى؟ لان كل يوم بنسمع معلومه جديده مين اتوصل لدواء متعلق يعني بعلاج فيروس كورونا. بتتردد الحقيقه الكثير من الاخبار حول دول العالم انه في دوله او اخرى اعتمدت عقار لعلاج كورونا، لكن خليني اقول لحضرتك احنا في الاخر كل دوله موقعه على اللوائح الدوليه وبتلتزم بارشادات منظمه الصحه العالميه، ومنظمه الصحه العالميه حتى الان لم تعتمد دواء بعينه لفيروس كورونا، لكن احنا بنتمنى طبعا ان ده يظهر في القريب العاجل. طيب وفقا للمعلومات المتوفره من وزاره الصحه العالميه يا دكتور خالد، من المنتظر انه يكون في دواء خاص بفيروس كورونا خلال فتره قد ايه؟ يعني تراوحت الاخبار ما بين عام او اكثر من عام ربما قبل ذلك. والله يا فندم ده غير واضح، لكن ان شاء الله يعني فور ورود معلومات منظمه الصحه العالميه بالتوفير ده هنعلن عنه.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الحقيقة دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. ودكتور خالد يعني كان في بداية الاتصال قال لنا أن تقريبا خلال ساعة إلا ربع هتتوافر بإذن الله الأرقام الجديدة المحدثة فيما يتعلق يعني بآخر الأرقام اليوم. إن شاء الله نبقى نكون على تواصل مع دكتور خالد حتى زمايلنا يعرفوا لحضراتكم آخر الأرقام المتعلقة، لكن في كل الأحوال